السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم مشاهدينا الكرام في نصرة الأخبار من قناة المرابطون وتتابعون فيها. المنتدى يتهم النظام بالتحضير للانقلاب على الدستور ويحذر من اختطاف البلاد وبناء نظام فردي تسلطي. ورشات الحوار تتواصل لليوم العاشر والمعارضة المشاركة تبدي قلقها من الخروج بالحوار عن الإطار التوافقي. الأطباء العامون يقاطعون مسابقة وزارة الصحة ويطالبون باكتتاب جميع المشاركين في المسابقة. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. حذر المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة من اختطاف البلاد وتأسيس نظام فردي تسلطي يقوض أسس الديمقراطية التعددية ويقضي على أي أمل في التداول السلمي على السلطة في البلاد. نتابع. اتهم المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة المعارض نظام الرئيس محمد عبد العزيز الحاكم بموريتانيا بعزمه الانقلاب على الدستور من خلال ما وصفه بالحوار المزعوم. وقال المنتدى في بيان له بهذا الخصوص إن المقترحات التي قدمها حزب الاتحاد من أجل جمهورية الحاكم وتصريحات الناطق باسم الحكومة تؤكد عزم النظام اختطاف البلاد عن طريق دستور جديد ويفتح المجال للالتفاف على المواد المزعجة للاستبداد في الدستور الحالي. وشدد المنتدى على أن أي حديث عن فتح المأموريات المحصنة يغلق قنوات كانت قد فتحت ويفتح على البلاد مخاطر. شاهدنا كيف هددت دولا ووضع استقرارها في مهب الرياح. ودعا البيان كل القوى الوطنية إلى تحمل المسؤولية لمواجهة هذا الانقلاب الجديد الذي يتخذ من حرية الشعب عنوانا مزورا ويعتبر الدفاع عن حرمة الدستور مجرد أغنية عبثية. واعتبر المنتدى أن الدساتير ليست مجرد ورقة تلغى أو تعدل كل وقت وتخترق كل حين، مؤكدا أن الدستور وثيقة أساسية لا تغير إلا في أجواء التوافق ولتحقيق أهداف جامعة للوطن لا لتلبية رغبات شخصية أو مصالح ضيقة لفئة محدودة. وأوضح المنتدى أن التطورات التي وصفها بالخطيرة أثبتت صحة موقف المنتدى عندما رفض الدخول في حوار بدون ضمانات تحصن البلاد من العبث بمصيرها كما يخطط له النظام عن طريق حواره الحالي على حد تعبير البيان. ووعد الائتلاف الأوسع للمعارضة في البلاد بالوقوف الحازم ضد ما سماه بالانقلاب على الدستور، مؤكدا أنه سيواجه بصرامة وحزم ولن يتركه يمر بحال من الأحوال وسيبذل كل الجهود لإفشاله لأنه يشكل استمرارا للحكم الاستبدادي على حد وصفه. شامل تمسكهم بالحوار الذي وصلت نقاشاته لمستويات عالية من التعبير عن الرؤى والأفكار التي يقتنع بها المشاركون الذين تتعدد رؤاهم ومشاربهم وليست لديهم بالطبع رؤية موحدة، وإلا لما كانت ثمة حاجة للحوار أصلا، يقول المنظمون. وشدد المتحدث باسم أحزاب الأغلبية يربو الصغير القيادي بحزب الاتحاد من أجل الجمهورية على جدية الحوار والتزامه بالمقتضيات التي تم الاتفاق عليها بين الأطراف. هذه الورشات عنها شهدت نقاشات مستفيضة ومعمقة وإيجابية بمجملها، وأنها تميزت بالجدية والصراحة وأنها عرفت إقبالا مضطردا مما يؤكد حرص الأطراف المتحاورة على التوصل إلى نتائج إيجابية. وعلى هذا الأساس ننتظر أن تكون مخرجات هذا الحوار على مستوى تطلعات المواطن الموريتاني أيا كان موقعه. واعتبر محمد البربص من المعارضة المشاركة أن الحوار يجري بانسجام تام بين المكونات المشاركة من أغلبية ومعارضة، مشددا على أن التباين في وجهات النظر قائم، غير أن الأطراف كلها تعمل على تقريب وجهات النظر. هذا الحوار دار بانسجام تام على مستوى الورشات بحيث على أن أعكس هذا الإرادة القوية في العمل على مد الجسور بين الأطراف المتحاورة كلها، رغم أعلن ذم تباين قد يعود في بعض وجهات النظر. وهذا التباين
يقد يعود عنده مبرراته به اللي حقيقة نعرفه بعض الناس كلها عنده مشاربه، كلها عنده خلفياته، كلها عنده برامجه على مستوى أحزابه. ورغم ذا كله فم الحمد لله حرص من الأطراف كلها أعلن أنها تعمل على تقريب وجهات النظر بين ذيك الناس اللي تعود تباينت وجهات نظرها، والاستمرار في الحوار إياك نعود لهم قدوا نتغلبوا على عوامل ذاك التباين. معناها أن الحمد لله حتى الآن في اليوم العاشر من انطلاق هذا الحوار الذي هو نعتبره بعلن فم نجاح في ذلك قائمين به. واعتبر أبو البربص أن الحوار ناجح والتحقت به قوى وتجمعات وشخصيات وازنة، مطالبا الجميع بالالتحاق به باعتباره حوارا وطنيا جامعا يهدف إلى نقاش كافة المشكلات الوطنية بغية إيجاد حلول مناسبة لها. الحوار تعزز بأن التحقوا به بعض من الأحزاب السياسية، التحقوا به بعض من التجمعات الوازنة، ونعتبر أن هذا يدل على شيء يدل على الجدية اللي موحول فيها، يدل ملي على الرغبة الجانحة من طرف الجامحة من طرف الناس كاملة إياك تعود له تقد توصل إلى ما نصبوا إليه إحنا كاملين. وفي بالمناسبة نرحب بذيك الإخوة من أحزاب سياسية وتجمعات وشخصيات اللي انضافت علينا، ونرجو من اللي ما فات جانا من الناس الأخرى على أنه لا يجينا. وكان حزب التحالف الشعبي التقدمي قد حذر من المساس بالوفاق المعبر عنه في مسودة الحوار السياسي التي أقرتها مختلف الأطراف، مؤكدا أن المساس بتلك المسودة قد يدفعه لتعليق مشاركته في الحوار. وقال بيان صادر عن الحزب بهذا الخصوص إن استمرارنا في الحوار سيبقى رهنا بعدم المساس بالنقاط المقترحة للتدارس ولا مساومة في ذلك، وتبعا لهذا الموقف سيكون غير ملزم لنا أي إضافة أو تحوير أو تبديل في المخرجات، ولن نقبل أن نمضي في مسلسل نهاياته لا تنبني على مقدماته. وعلى من يحاول غير المتفق عليه أن يتحمل مسؤولية المراوغة وزيادة تعقيد الأوضاع المتأزمة أصلا حسب تعبير البيان. من جهته قال حزب الوئام الديمقراطي الاجتماعي في بيان صادر عنه السبت إن الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد لمين والشيخ استهزأ برجال السياسة المدافعين عن تحصين المواد الدستورية حين وصفهم بأنهم مجرد مغنين، مشيرا إلى أن الوزير يجب أن يعاقب بالأعمال الشاقة حسب القانون الجنائي الموريتاني. وأوضح البيان أن الوزير وقع تحت طائلة المواد 111 و112 من القانون الجنائي الموريتاني التي تنص على أن أي موظف عمومي يأمر بالمساس بالحريات الفردية للمواطنين أو بالدستور أو يقدم على ذلك يحكم عليه بالحرمان من الحقوق المدنية، وإذا كان برتبة وزير يحكم عليه بالأعمال الشاقة لمدة من الزمن. نظم العشرات من الأطباء العموميين وقفة احتجاجية أمام القصر الرئاسي طالبوا فيها باكتتاب 54 طبيبا عاما، هو العدد الإجمالي للمشاركين في المسابقة. وكان المحتجون قد رفضوا الدخول إلى فصول الامتحان الذي كان من المقرر أن ينطلق اليوم احتجاجا على قبول بعضهم دون الآخرين. نحن مجموعة من الأطباء، عددنا حتى الآن 54 طبيب، حتى الآن قابلة للزيادة، أي وقت تقدر تزيد ببعض الزملاء. عدنا عدة لقاءات مع سيد وزير الصحة وعلمناه بالعدد سابق يأخذ إعلان الاكتتاب. جينا في صومبيرو وقلنا له عن احنا عددنا 50 ورك، عن عددنا 50 سابق يوخوا هم الاعلان، قاموا هم وخوا الاعلان وداروا فيها 40 طبيب عام وداروا فيها 10 اخصائيين ورك. احنا وركات اياها منين ردوا علينا بلايس الاخصائيين اللي سته، عندنا 46 هي اللي تنقبل وذا هو باقي من اربعه. ذيك الاربعه ضامنا معاها كاملين وقلنا عنا ما لنا قابلين يبقى منا حد كالعاده، الناس تكتتب كامله. وسيد رئيس الجمهورية فات عطاهم الأوامر وقال لهم عن الناس تكتتب كاملة، هم ما عدلوه رقم لقاءاتنا معهم العدة، وكان مقرر أن يعدل امتحان الكتاب اليوم يوم السبت 8 أكتوبر. وتو منين جينا قمنا وقاطعنا الدخول للامتحان احتجاجا على أن ما قبلنا كاملين. وأضاف منظم الوقفة أن احتجاجاتهم ستتواصل حتى ترضخ الوزارة لمطالبهم، معتبرين أن النقص الحاد في الكادر الطبي بالبلاد يستدعي اكتتابهم جميعا.
والناس كامل المواطنين والمسؤولين في الوزارات المعنية يعرفوا النقص الحاد الموجود في المستشفيات من أطباء، وعلى المستشفيات في مستشفيات مبنية مسقولة فيها ميزانيات كبيرة ومقفلة ما فيها أطباء. بالتالي لماذا لا أن تعد موجودة 1000 طبيب موجودة حاملة للشهادات عن الدولة تكتتب لا 10، يعني أن عندها لا نقص 10 أطباء، يعني اليوم الدولة مكتتبة لا 40 طبيب عام، عندهم نقص في الأطباء، عندهم تغطية شاملة ما قال لهم الأطباء يعني. بالتالي مطالب انه مازال مأكدين عليها اعلن دائما قاعد تعود اوتوماتيك ما قاعد تلقائي اعلن الاطباء كامل منهم الموجود في موريتانيا حامل للشهاده وهو ان يكتتب مباشره كي الدول القانون الدولي لعدد الدول كامله عن حد كامل حامل للشهاده يكتتب مباشره. بالتالي معدلين هذه الوقفه اعلن اللجنه حتى خلقت قاع تهديدات عن الدوله ما تات مكتتبه من هون لثلاث سنوات وذاك ما بقينا ولا زين عندنا، معناها عن الدوله ما قال لها طبيب واحد عندها تكفية تغطية من الأطباء من هون لثلاث سنوات، وهذا مكذب عنه الأعداد ومكذب عنه الحقيقة في الأطباء. من يتوجه الأطباء اليوم هذا حالا في الوقت توجد نقص حاد في الأطباء. إلى الشأن الإقليمي، حيث تصدر حزب العدالة والتنمية المغربية الفوز في الانتخابات التشريعية حسب النتائج الأولية ب 125 مقعدا، وتبعه في الترتيب حزب الأصالة والمعاصرة ب 100 مقعدان. وحل في المرتبة الثالثة حزب الاستقلال الذي تراجع في هذه الانتخابات تراجعا كبيرا حسب النتائج الأولية. أكد الأمين العام لحزب العدالة والتنمية المغربي عبد الإله بن كيران أن خيارات تحالفات حزبه لتشكيل الحكومة المقبلة بعد أن حصل على المرتبة الأولى في الانتخابات التشريعية مفتوحة على جميع الأحزاب باستثناء حزب واحد يرى أنه لن تكون له فرصة للتحالف معه وهو حزب الأصالة والمعاصرة. وتفيد النتائج الأولية للانتخابات البرلمانية بأن العدالة والتنمية حصل على 125 مقعدا، في حين حصل الأصالة والمعاصرة على 102 من المقاعد من أصل 395. وبخصوص نسبة المشاركة في التصويت التي بلغت 43% من أصل من يحق لهم المشاركة، اعتبر بن كيران أن النسبة لا بأس بها، مشيرا إلى عدم إمكانية مقارنة هذه النسبة بنسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية خلال العام 2011 والتي بلغت 45%، لأن الهيئة الناخبة يومها كانت في حدود 12 مليون مسجل في اللوائح الانتخابية، في حين ارتفع عدد المسجلين مع هذه الانتخابات لقرابة 16 مليون ناخب. واعتبر بن كيران أنه كان سيكون من الأفضل لو تجاوزت نسبة المشاركة 50%، مشيرا للحاجة إلى بذل مجهود كبير لتشجيع المواطنين المغاربة على المشاركة في صنع المستقبل السياسي للبلاد. وبشأن ربط البعض بين ضعف نسبة المشاركة وضعف أداء الحكومة، قال بن كيران إنه كلام غير دقيق، لأن الناس المستائين من أداء الحكومة عليهم أن يذهبوا لصناديق الاقتراع لمعاقبة الحكومة والتصويت ضدها كما هو معهود في الهيئة الناخبة. يشار هنا إلى أن الفصل 47 من الدستور المغربي ينص على أن الملك يعين رئيس الحكومة من الحزب السياسي الذي يتصدر الانتخابات التشريعية في البلاد. إلى شأن الفلسطينية، حيث حول الاحتلال مغتصبات الضفة الغربية المحتلة إلى سوق استيطانية لبيع السلع وتصديرها إلى الخارج كرافعة تجارية تمنح اقتصاد الاحتلال ديناميكية مضطردة، وتمكن البؤرة الاستيطانية من تحقيق اكتفاء ذاتي فوق الدعم الحكومي. لكن موجة المقاطعة التي فجرتها حركة BDS الدولية مست الاقتصاد الاستيطاني بصعقة جعلت عالية حسابات الاحتلال سافلها واضطرت ساسته إلى وضع خطط علاجية عاجلة. التفاصيل في سياق هذا التقرير. من وقاحة انتهاب الأرض إلى صفاقة استحلابها، يقطع دخلاء المغتصبات الصهاينة وقت سرقتهم في بناء اقتصاد عموده مبيعات السلع من منتوجات عافها الرواج بعد موسم المقاطعة التي عصفت بالاقتصاد الضرار. واقع حمل وزارتي اقتصاد وزراعة الاحتلال على وضع خطتين لبيع وتصريف منتجات مغتصبات الضفة الغربية التي عرفت البوار إثر حملة المقاطعة الدولية المعروفة باسم BDS. ووفق صحيفة معاريف العبرية، فإن الوزارتين إياهما اتفقتا على دعم المغتصبات لمواجهة حملة المقاطعة الدولية من خلال توفير الدعم لـ50 شركة تعمل داخل مغتصبات الضفة لبيع معروضاتها الشرائية عبر الإنترنت في جميع دول العالم.
اتفاق ثنائي أخرج خطة تعتمد على أساسين: ترويج البضاعة المصنعة بالمغتصبات لليهود في سائر دول العالم التي نخر عظامها الوجود اليهودي، وخاصة تلك التي باضت فيها الجالية اليهودية وفقست، وتصدير المنتجات الزراعية من المغتصبات لدول شرق أوروبا واسكندنافيا بدلا من دول الاتحاد الأوروبي التي سجلت فيها المقاطعة قدم تمكن. إجراء حكومة العدو ثنائي الارتكاز يأتي بعد نداءات نياحة أطلقتها شركات ومصانع بالضفة المحتلة مسها الضر من أثر ما سمته تلك المؤسسات الموتورة زيادة المقاطعة لمنتجاتها في الدول الأوروبية وأمريكا اللاتينية، كبدتها خسائر كبيرة وهددت سوادها بالإغلاق في حالة مواصلة عملية المقاطعة المتزايدة. هذا ولم يزل نداء البي دي اس يطأ موطئا يغيظ الاحتلال وينال من حكومة العدو نيلا من خلال إشهاره سلاحه ثلاثي الأبعاد: المقاطعة التجارية وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات، ما جعل دوائر التصنيف الصهيونية تذكره في قائمة الخطر الاستراتيجي عندها وتنفق في صده عن سبيل المقاطعة كيف تشاء، بعدما قدرت خسائرها في العام الماضي ب$30 مليار جراء حملة المقاطعة عبر العالم. نهاية النشرة، وهذا تذكير بالعالم. المنتدى يتهم النظام بالتحضير للانقلاب على الدستور ويحذر من اختطاف البلاد وبناء نظام فردي تسلطي. ورشات الحوار تتواصل لليوم العاشر، والمعارضة المشاركة تبدي قلقها من الخروج بالحوار عن الإطار التوافقي. الأطباء العامون يقاطعون مسابقة وزارة الصحة ويطالبون باكتتاب جميع المشاركين في المسابقة. يمكنكم مشاهدينا الكرام متابعة هذه النشرة وغيرها من نشرات وبرامج القناة عبر صفحتنا على الفيسبوك الظاهرة على الشاشة. شكرا لحسن المتابعة. ثانية موجز من أخبار بحول الله.